طالما كانت مواقف الدولة الجزائرية تجاه القضية الفلسطينية مشرفة وثابتة، آخرها كانت توجيهات رئيس الجمهورية إلى وزير التعليم العالي بدراسة وضعية الطلبة الفلسطينيين بالجزائر والتكفل بهم عقب انقطاع الاتصالات بينهم وبين ذويهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب العدوان الصهيوني على قطاع غزة. كما نقول لفتة أخوية من قبل الرئيس عبد المجيد تبون في وقوفه مع الطلبة الفلسطينيين في هذه الظروف الصعبة خلال انقطاعهم مع تواصلهم مع أهليهم وأقاربهم، وأنتم تعلمون أن الطالب الفلسطيني معيله أهله، وفي هذه الفترة انقطعت الاتصالات مع الطالب الفلسطيني. نشكر دولة الرئيس عبد المجيد تبون على رعايته للطلبة الفلسطينيين ومتابعة أمورهم سواء كان بالأمور المادية أو بالأمور المعنوية. الجزائر تؤكد في كل مرة سيرها عكس التيار بوضعها للقضية الفلسطينية على الدوام مركز اهتمامها ودعمها لفلسطين الشقيقة وشعبها مادياً ومعنوياً. إن المبادرة الطيبة الكريمة التي صدرت عن الجزائر بشخص رئيسها السيد الرئيس عبد المجيد تبون بالتكفل في الطلبة الفلسطينيين الذين يتلقون العلم في الجزائر ما هو إلا بادرة كريمة وليست غريبة عن الجزائر وشعبها ودورها، فالجزائر تلعب دورا محوريا ودائما وعلى كافة المستويات في دعم الشعب الفلسطيني وإسناده. ثبات موقف الجزائر إزاء القضايا العادلة عنوان راسخ للدبلوماسية الجزائرية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، خاصة في ظل ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين من طرف المجتمع الدولي.